تديني permission نعمل recording المرات الجاية؟ أو هو حد بدأ recording ولا إيه؟ ماشي مش مهم، هو recording بدأ. سامعني بس؟ أوكي. طيب ماشي، فهنبص على أول problem عندنا. بتقول إنه looking at equation 1 اللي هي دي، تمام. An adventurous student decides that it's possible to achieve a zero gain error with a finite A node. تمام؟ ده هو يعني student كده طموح شوية، شايف ان احنا ممكن يعني achieve a zero gain error لو احنا لعبنا في ال value بتاعت ال feedback resistors، يعني بتاعت ال resistors، تمام؟ ال value دي لو هي اتعمل لها شوية adjustment كده ممكن نوصل zero gain error. فاحنا عايزين نعمل نكسبلور الاكويجن دي علشان نشوف الجين ايرور هيبقى عامل ازاي، يعني ايه الريليشنز اللي موجوده عندنا، وهل احنا فعلا نعرف نعمل الكلام ده ولا لا. which is غالبا اللي الطالب ده يحتاج يعمله علشان يتاكد هو هيقدر ياتشيف الكلام ده ولا لا. فاول حاجه عندنا المفروض نعملها ان احنا هنسبوز انه النومينال كلوز لوب جين از الفا 1، تمام. ده سيمبل اللي احنا هنستخدمه في الكالكوليشنز، وعايزين نلاقي يعني ريليشن كده تطلع لنا ان احنا المفروض r2 على r1 plus r2 دي اللي بتاعتها تبقى ايه لما نيجي نحسبها واحنا بنعمل ديزاين، المفروض ان احنا نعمل لها سيليكشن ازاي، تمام. طيب هو الفا 1 ده النومينال كلوز لوب جين هنا ريبريزنتد بالايكويشن دي، مظبوط؟ يعني ده الكلوز لوب جين، صح؟ في اوت على في ان. فاحنا بنستخدم الايكويشن دي عايزين بدل ما احنا عندنا هنا ريليشن الفا ايكوالز الكلام ده، عايزين نطلع r2 على r1 plus r2 in terms of الجينز دي. يعني هنعمل شوية math كده علشان بس نعرف احنا المفروض نختار r2 على r1 plus r2 دي على اساس ايه، تمام. حاولوا يا جماعة يعني تصححوا كده، ترد عليا، تمام. اوكي ماشي. طيب احنا هنا عندنا الفاليو دي، هي ممكن احنا دلوقتي هنحتاج ان احنا نعمل شوية rearrangement وهنعمل شوية math، هتبقى رخمة شوية ان احنا نقعد نستخدم r2 على r1 plus r2 طول الوقت. احنا بدل ما نعمل كده احنا ممكن نستبدل الموضوع ده، نستبدل الفراكشن ده بسيمبل يسهل علينا الحسابات. طيب هو اصلا الفراكشن ده لو فاكرين لما احنا كنا بنتكلم على الفيدباك، الفراكشن ده كان اسمه ايه؟ احنا هنا لو فكرنا في الموضوع من ناحية انه يعني احنا بنبص هنا على الفيدباك، الترم ده كان اسمه ايه؟ حد فاكر؟ يعني كان بيبقى سيمبل كده معروف وبيبقى ليه اسم، هذا فاكره ولا لأ؟ طب حد سامعني؟ طيب انا سامعني مش مدرسة بس ما اعرفش يعني السنة. طيب اوكي، هو عامة لو بصيتوا على يعني لو رجعت كده الفيدباك والحاجات دي هتلاقوا انه الترم ده عامة بيبقى اسمه الفيدباك فاكتور، وبيبقى عادة بيرمزوا له ببيتا. فاحنا ممكن هنا علشان نسهل على نفسنا نقدر ان احنا نعمل حاجة من الاتنين، اما احنا هنستبدل الفراكشن ده ببيتا، هنقول انه يعني هنا المفروض انه في اوت على في ان دي هي الفا 1، هنستبدل الكلام ده الفراكشن ده ببيتا ونعمل الحسابات بتاعتنا عشان يسهل علينا شوية. او ممكن حاجه في حاجه ان احنا هتسهل علينا اكتر، ولو حد جرب يعمل بالطريقتين ممكن يشوف ايه الطريقه الاسهل. بس احنا نقدر برضو ان احنا بدل ما نحط فراكشن بيتا بس ممكن ان احنا نعمل 1 على الكلام ده وندفاين، يعني احنا هنا هندفاين هنقسم ان ده اسمه جي 0، ده هيبقى ديفاين انه 1 على r2 over r1 plus r2، هو هيسهل علينا في الحسابات شويه، تمام. طيب r1 plus r2 على r2 ده هو عندنا لو قلنا انه 1 plus r1 على r2، صح ولا لا؟
صح؟ هو احنا شلنا ايه وحطينا ايه اللي هو R2 على R1 plus R2؟ احنا شلناه تمام واستبدلناه بفاليو، يعني احنا حطينا، عملنا assumption كده، يعني احنا حطينا احنا variable من عندنا اسمه G0 equals 1 over الكلام ده، اوكي تمام. فهو هيبقى الفاليو بتاع G كده عندنا، واحنا already عارفين انه ال desired gain بتاعنا اللي هو ان احنا عايزين اللي موجود في الـ في الـ في المسألة هو الفا 1 هيساوي ايه، هو نفس ال equation given عندنا هيساوي الكلام ده. طيب R1 على R2 plus R2 دي هنعمل لها بقى replacement ب1 over G0، عشان احنا قلنا G0 دي 1 over الكلام ده، فلما نيجي نعمل replacement هنا هيبقى 1 over G0 تمام. طيب ده المفروض ان هو هيخلي الماث عندنا اسهل شوية، خلاص. طيب احنا دلوقتي نقدر ان احنا نعمل بقى شوية rearrangements كده وشوية ماث عاديين عشان نشوف بقى نطلع الكلام ده، يعني نخلي بدل ما احنا عندنا alpha 1 على ال left side hand of the equation هيطلع عندنا G0 تمام. طب احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن ان احنا ناخد نقسم على alpha 1 ونضرب في 1 plus E note على G note تمام، فهيطلع عندنا ال equation بعد ما حصل لها rearrangement هتطلع كده. طيب ممكن برضو ان احنا ناخد ال 1 دي الناحية التانية، صح؟ ممكن ان احنا بدل ما احنا عندنا 1 plus A note على G0 هناخد 1 دي الناحية التانية عشان نقرب، لان احنا عندنا G0 بس، وهنقدر برضو ان احنا نقسم على A note تمام. فلما نعمل الكلام ده هنا احنا عندنا A note هتروح مع A note، وهنا برضو نفس الكلام هيحصل، واحنا عندنا هنا minus 1 ف 1 على A note عشان احنا قسمنا كل حاجة على A note تمام. طيب احنا عارفين ان 1 over G0 dA، هي R2 على R1 plus R2 مظبوط. صح يا جماعة؟ تمام أيوة. طيب فاحنا دلوقتي احنا وصلنا ال relation دي وعندنا 1 over G0، فهنعمل ايه؟ هنقدر ان احنا نلاقي ال G0 بكام؟ هو الزب دي يعني تكاد تكون هي مهمة علشان احنا نخلص من 1 over alpha 1 minus 1 over a node دي، بدل ما هي عندنا بالمنظر ده ان احنا نخليها fraction واحد. طيب احنا عارفين احنا بنعمل الكلام ده ازاي، صح؟ احنا ممكن ان احنا هنا نضرب في alpha 1 over قصدي في a node over a node تمام، عشان نلاقي common common denominator، وهنا نضرب في alpha 1 على alpha 1، فهنا ال denominator عندنا هيبقى alpha 1 times a node تمام، و numerator هيبقى alpha node minus قصدي a node minus alpha 1. فلما نيجي نقلب الكلام ده هيطلع عندنا g node equals كده المنظر ده تمام. احنا دلوقتي عارفين ال g node، بس احنا محتاجين ايه؟ 1 over g node. فعادي احنا ممكن نرجع، يعني ال step دي مكانتش necessary قوي يعني، احنا ممكن نرجع للفورم دي عشان احنا already احنا بندور على R2 over R1 plus R2 اللي هي represented ب1 over G node تمام. فهيبقى دي الفاينل ريليشن بتاعت، هيبقى R2 على R1 plus R2 equals 1 على alpha 1 minus 1 على A node. طبعا دي حاجة مهمة ان احنا، يعني ريليشن مهمة ان احنا نوصل لها. دلوقتي احنا مثلا جاي لنا design task او حاجة، هي يعني design task simple تعتبر، احنا عايزين نشوف R2 على R1 plus R2 دي المفروض نختارها ازاي. فنرجع ال equation دي، هنقول ان 1 على ال closed loop gain المفروض يعني انه R2 على R1 plus R2 هتساوي 1 على ال closed loop gain minus 1 على ال open loop gain تمام. في حد عنده مشكلة في part A؟ طيب هنكمل. طيب هو بيقولنا دلوقتي
ان using ال value بقى اللي احنا طلعناها في part A ده، عايزين نلاقي ال gain error لو ال open loop gain dropped ل 0.6 over value بتاعنا. تمام. طيب يعني احنا المفروض ان احنا نستخدم ال value دي اللي احنا لقيناها في A ل R2 على R1 plus R2، بس عايزين نشوف ايه اللي هيحصل يعني ايه اللي هيحصل للجين ايرور لما الاوبن لوب جين يقل ل 0.6 اوف الفاليو البريفيس فاليو بتاعته. تمام. فنقدر ان احنا دلوقتي ندفاين، يعني يبقى عندنا ايكويشن جديده، احنا عارفين ان هنا ده الكلوز لوب جين صح، فاحنا هنا بدل ما احنا عندنا احنا مستخدمين نفس الفاليو بتاع اللي من البارت الاولاني اللي هي R2 على R1 plus R2 اللي احنا لقيناها، بس الجين ده بدل ما هو يبقى A0 هيبقى 0.6 times A0. تمام. فده اللي احنا عاملينه هنا. انا عندي سؤال. تمام اتفضل. closed loop gain اصلا. نعم. ايه ال closed loop gain؟ هنا هو ال closed loop gain اهو، ولا انت عايز تعرفي هو ايه physically يعني؟ لا يعني هو ايه، يعني بيبقى في اي circuit؟ مش عارف، مش فاهمه. هو ال closed loop gain ده بيبقى في اي op amp circuit فيها feedback هيبقى فيه closed loop gain. تمام. يعني احنا لو احنا بصينا على كم op amp circuit كده، يعني احنا مثلا في ال lecture توصيتوا على ال non inverting amplifier صح؟ طيب احنا يعني احنا عندنا هنا نيجاتيف فيدباك اهو، فليه قيمه كلوز لوب جين مختلفه عن الاوبن لوب جين؟ احنا لو احنا ما عندناش الفيدباك دي، لو حاجه الريزيسترز دي اتشالت تمام، وعندنا مثلا ده جراوندد او اي حاجه، عندنا انبوت هنا، ده هيبقى الاوب ام ده في اوبن لوب كونفيجريشن. تمام. واحنا ما عندناش الكلام ده صح، فالجين بتاعه هو الاوبن لوب جين اللي هو A0. بس بما ان احنا هنا احنا دلوقتي احنا بنستخدم فيدباك لاسباب كتير، يعني احنا بنستخدم فيدباك عشان الاستابيليتي صح. طيب احنا دلوقتي لما بنيجي نستخدم، فاحنا يعني في معظم الابلكيشنز بنستخدم فيها اوب ام، هيبقى فيه فيدباك. تمام. وهتعمل لنا ديفينيشن للجين بقى اللي احنا يعني هيحصل الجين الاكشوال بقى اللي هيطلع لنا، يعني في اوت هنا على في ان هتبقى كام لما احنا عملنا اديشن بقى للفيدباك دي. يعني هو في اوت على في ان عامه يعني، بس الفا عامه لما يبقى في فيدباك، بس هو دلوقتي في اوت على في ان مثلا هتبقى هي يعني هتبقى هي الاوبن لوب جين لو الكلام ده في اوبن لوب كونفيجريشن، بس احنا ما بنستخدمش الاوبن امب عامه قوي في اوبن لوب كونفيجريشن، فهو ده الكلوز لوب جين اللي هو في اوت على في ان، فاحنا عشان نلاقيه بنكيب ان مايند الفيدباك دي. اوكي تمام. ميرسي. ماشي. اوكي طيب هنكمل. طيب احنا هنا قلنا اوكي ان احنا نستخدم الفاليو اللي احنا لقيناها من بارت A، وعايزين بقى نشوف الجين ايرور هيحصل ايه، فاحنا عايزين نوصل لبوينت ان احنا عندنا يعني عندنا فاليو تعرف لنا الجين ايرور. واحنا زي ما كان يعني كنا في الليكتشر الدكتور سامح قال لكم، هو عاده الجين بيبقى الجين ايرور بيبقى ريبريزنتد بترم كده، بيبقى يعني 1 minus ال error مضروب في ال angular value بقى اللي احنا بندور عليها ال ideal value. تمام. ليه الكلام ده؟ علشان لما ال error ده يعني كل ما ال error ده يقل، كل ما احنا نبقى اقرب لان احنا نضرب ال value دي times 1، فيبقى عندنا كده كل حاجة تمام، يعني عندنا احنا ما عندناش اي reduction في ال ideal value، بس احنا عندنا gain error، فاحنا عايزين نلاقي الترم ده اللي هيعرف لنا الجين ايرور ايه. تمام. طيب احنا عندنا الايكويشن دي دلوقتي، وعايزين بقى نعمل لها موديفيكيشن كده علشان نشوف يعني عشان نشوف الجين الاكشوال جين ده هيبقى عامل ازاي، وهيبقى فيه جين ايرور كومبوننت شكله ايه. تمام. طيب احنا ممكن ان احنا نبتدي دلوقتي نعمل
شوية يعني division وكده، بحيث ان احنا يعني نلاقي value يعني simplified للequation دي، نلاقي form simplified للequation دي. تمام. يعني احنا عايزين نلاقي الترم اللي هو جنب 1 ماينس، صح؟ بالظبط. يعني واحنا عايزين نلاقي، واحنا دلوقتي شغالين مع الاكويجن بتاعت الاكشوال جين، احنا هنلاقي الاكشوال جين ده وعايزين نوصل لفورم ليه توصلنا للجين ايرور ده، اللي هو هيبقى الاكشوال جين، هيبقى الكلوز لوب جين تايمز فاليو معينة، تمام، اللي هي ال 1 ماينس الجين ايرور. تمام. طيب احنا هنا عملنا شوية simplification، فتحت هنا، تمام، يعني احنا عملنا بس distribution هنا يعني جوه ال parentheses دي، ضربنا بقى 0.6 a note في الكلام ده، تمام، فهي هتطلع هنا لما هنضرب هنا هتطلع 0.6 عادي، علشان a note بتروح مع a note، و هيبقى هنا عندنا 0.6 a نوت على الفا 1، تمام، واحنا اوريدي هنا عندنا 1 وعندنا هنا minus 0.6، فهيطلع عندنا value هنا ايه 0.4، 4.4 plus 0.6 a 0 على الفا 1. تمام. هو انا ليه اصلا ضربت 4.6 a نوت؟ علشان يعني هو هنا عملنا بس distribution كده، هو يعني الكلام اللي جوه القوسين دول مضروب في 0.6 a نوت، فعلشان نسمبليفاي المنظر ده يعني نسمبليفاي الايكويشن دي، ما عملنا بس distribution، ضربنا بقى ال term اللي بره بكل ال terms اللي جوه هنا. تمام. انا قصدي ليه جبت اصلا 0.6 a نوت، يعني ليه اصلا ضربتها من الاول؟ علشان احنا هنا عندنا دي الايكويجن بتاعة الكلوز لوب جين، واحنا بنتكلم في كيس الكيس الجديدة اللي احنا عايزين نطلع منها الجين ايرور، انه a نوت هتضرب ل 0.6 a نوت. تمام. فاحنا هنا عندنا هنغير بقى ال a نوت اللي موجودة هنا ب 0.6 a نوت في الكيس تمام. التانية دي، علشان كده احنا عندنا هنا تحت الترم اللي هو 0.6 a نوت ده. تمام. تمام. ماشي. احنا هنا دلوقتي عندنا version simplified شوية من الequation. تمام. نقدر ان احنا نعمل لها حاجة تانية، نقدر ان احنا نعمل شوية rearrangement كده، علشان احنا still عايزين نوصل ل ل يعني form يعني اكتر form simplified من هنا، علشان نلاقي ال gain error term ده. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نضرب في الفا 1 اقصد، صح؟ ممكن نقسم على اي نود. تمام. ده دي طريقة من طرق السمبليفيكيشن احنا ممكن نوصل لها، او احنا actually نقدر ان احنا نقسم على 0.6 اي نود. فايه اللي هيحصل هنا للترم ده لما نضرب في الفا 1 ونقسم على 0.6 اي نود؟ الترم ده هيبقى الفاليو بتاعته كام؟ one. مظبوط. فهذا هيبقى الترم اللي طالع عندنا بقى في السمبليفايد فيرجن. طيب هيحصل ايه هنا بقى؟ هنضربين في الفا نو وقاسمين على 0.6 اي نو، فالترم ده هيبقى 0.4 على 0.6 تايمز الفا 1 على اي نو. تمام. واحنا اوريدي هنا عندنا 0.6 a نوت، فلما نضرب بس في الفا 1 هيبقى الترم اللي فوق عندنا الفا 1. طيب احنا كده قربنا من ان احنا نلاقي جين ايرور ولا لا، ان احنا نلاقي الترم اللي هو 1 minus some value اللي هي الجين ايرور ولا لا؟ يعني هل اصلا الايكويشن دي فيها كومبوننت كده احنا ممكن نعتبر ان هو الجين ايرور؟ طيب خلينا نفكر في الموضوع بطريقة تانية. لو
هنا يعني لو تيجي تعالى نبص على الترم ده كده، لو لو افترضنا ان احنا زودنا الاوبن لوب جين قوي، ايه اللي هيحصل للترم ده؟ ايه نود تحت لما نزودها قوي الترم ده هي ابروتش ايه؟ زينو مظبوط. فكده لما نيجي نعمل نلاقي الفا 1، نلاقي الاكشوال جين ده هيبقى ايه؟ الفا 1 على ابروكسيميتلي كده 1، تمام. فده معناه ان احنا لما قللنا هنا الترم ده قربنا اكتر للايديال فاليو بتاعت الجين، او يعني الفاليو بتاعت الجين اللي احنا عايزينها، تمام. فاحنا نقدر نكونسيدر انه الترم ده هو الجين ايرور، بس احنا كونفينشلي كده متعودين ان احنا عندنا الترم ده بيبقى مضروب عندنا في الـ في الـ في الفاليو اللي هي الفا 1 دي، يعني ايا كان بقى الفاليو دي اسمها ايه عامه. فاللي احنا نقدر نعمله، احنا نقدر نعمل حاجه لطيفه قوي، يعني ممكن نضرب فوق وتحت بالكونجكت بتاع الكلام ده، تمام. الكونجكت ده اللي هو ايه؟ اللي هو بدل ما احنا عندنا هنا 1 plus 0.4 over 0.6 alpha 1 على a node، هيبقى 1 minus 0.4 over 0.6 على alpha 1 على alpha 1 over alpha a node، تمام، فوق وتحت. طيب فاحنا يعني approximately كده ممكن نسمبليفاي الموضوع ده، لان احنا ان الكلام ده هيساوي alpha 1 times 1 minus 0.4 على 0.6 alpha 1 على a node. طب حد هيسألني، طب مال ايه اللي حصل للكلام اللي احنا ضربناه تحت ده؟ يعني احنا لما نضرب الفاليو دي فوق وتحت، تحت حصل ايه؟ هو تحت احنا لما بنضرب conjugates بناخد ال يعني بن سكوير ال كل ترم كده، تمام. فاحنا لما نعمل سكويرنج لفاليو هي اصلا فراكشن صغير، هيبقى هيقل كمان زيادة، هيبقى negligible بعد كده. فاحنا ممكن نعتبر انه الفراكشن اللي تحت ده صغير قوي لما هنضربه في نفسه، ونقدر نعتبر انه هو ده الترم اللي هيطلع معانا، تمام. فهنا في الاكويجن دي الجين ايرور بقى فين؟ اوبن 4 على 0.6 الفا 1 على 0، تمام، مظبوط كده. فاحنا طلعنا الجين ايرور اللي احنا عايزينه، تمام. لو سمعت يا باشمهندس، ايوه حضرتك بتعملي ريكورد؟ اي ثينك ان هو سبتولي ريكوردينج يعني. طيب تمام. طيب حد عنده اي سؤال في البارت اللي عدى ده؟ يعني قضينا وقت طويل قوي في البروبلم دي، فهن move on from بعدها. يقول لنا ال input وال output characteristics of an op amp can be approximated by the piecewise linear behavior illustrated in figure 1، تمام. figure 1 ده هو يعني بيورينا ايه اللي بيحصل لل output بتاع ال op amp in terms of Vn1 minus Vn2، تمام. طيب هو دلوقتي ال characteristics دي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا انه كل يعني هو الاوبام ده اكيد هو طبعا هشامينه مش ايديال، تمام. فاحنا بنبص ايه اللي بيحصل للجيم بتاعه يعني لما vn minus vn2 بيتغير، تمام. طيب احنا عايزين دلوقتي نستخدم الاوبام ده في نون انفرتنج امبليفاير، تمام. بيقول لنا ان النومينال جيم بتاعه is 5، وعايزين بقى نعمل plotting لل closed loop input output characteristic of the circuit، خلاص. طيب احنا ممكن ن approach الموضوع ده ازاي؟ احنا دلوقتي هو مدينا given ان احنا هنستخدم ال op amp ده في non inverting amplifier. لو احنا بصينا على ال non inverting amplifier قبل كده، صح؟ طب احنا عايزين دلوقتي نبص على
يعني الجين بتاع ال non inverting amplifier ده ال closed loop gain هيبقى عامل ازاي، علشان احنا عايزين نلاقي نعمل plotting لل closed loop input و output characteristic، يعني عايزين نلاقي ال v out in terms of ال v in، فاحنا محتاجين ن define ال closed loop gain. تمام، ال closed loop gain بتاع ال non inverting amplifier هو ايه؟ هو زي ما احنا شايفين هنا، زي ما انتوا اخدتوا في الليكتشر، هو موجود هنا 1 plus R1 على R2 times بقى ال 1 minus gain R. تمام، طيب هو دلوقتي مدينا انه ال nominal gain ده 5. ال nominal gain ده هو ال value بتاعت يعني ال value دي بتاعت الفيدباك ريزيسترز او الريزيسترز كلها اللي هي بتبقى بتحدد لنا الجين. فالنوع من الجين ده مديهولنا اوريدي جيفن ان هو 5. تمام، فاحنا ان احنا نقدر نسيمبليفاي الايكويشن دي، صح؟ احنا نقدر ان احنا نحط بقى 5 مكان النوع من الجين، فيبقى عندنا كلوز لوب جين ايكوالز 5 تايمز 1 ماينس 5 على الاوبن الاوبن لوب جين. تمام، الكلوز لوب جين هيبقى ايكوال الكلام ده. تمام، طيب فواضح كده انه يعني احنا عارفين ان هو في ال closed loop gain is related to open loop gain، واضح كمان ان احنا شايفين من equation الكلام ده انه يعني في linear relation ما بين closed loop gain وال open loop gain. فاحنا عارفين انه لما هيحصل تغيير في ال closed loop gain في ال open loop gain هيحصل تغيير في ال open loop gain. تمام، طب احنا عايزين بقى دلوقتي نلاقي relation هتعمل لنا ال relation كده ل يعني عايزين نعرف ال closed loop gain بيتغير عند point A وبيتغير ل value كام، وهي ال value ال original بتاعته احنا already طلعناها، المفروض ان هي تبقى 5 times 1 minus 5 over A node، صح؟ طيب احنا عايزين بقى نعرف هي هتبتدي تقل عند انهي بوينت، علشان احنا هنبقى نبص هنا على الاكس اكسس على الفي ان، عايزين نعرف هنا الفاليوز دي بقى كده هتبقى بكام علشان نعرف نعمل بلوتين. تمام، طيب تعالوا نبص كده على الريليشنز ما بين في ان 2 وفي ان 1 والاوتبوت. تمام، تعالوا نبص على vn2 من هنا. vn2 هنا دي بتريليت الاوتبوت ازاي؟ احنا نقدر نلاقي vn2 من الاوتبوت ازاي؟ ال vn2 بتساوي ال v output في R2 على R1 plus R2. تمام، مظبوط، هي فولتج ديفايدر عادي خالص. فاحنا هنقدر نلاقي الريليشن دي بالطريقة دي. تمام، فاحنا كده عرفنا ان vn2 هتساوي v out times r2 على r1 plus r2. طيب عايزين بقى نشوف vn تريليت v out ازاي. هنلاقي ان v out equals، هو احنا عندنا close loop gain ده احنا عارفين ان هو ايه، v out على vn، صح؟ فلما هنضرب ال close loop gain ده في vn، يعني value بتاع ال close loop gain دي في vn، هنلاقي V out. ف V out equals 5 times 1 minus 5 على A node times V in 1. مظبوط؟ طيب عايزين بقى ن relate V in 1 V in 2 V in 1 ليه؟ علشان احنا هنا ال open loop gain ال x axis in is in terms of v in 1 minus v in 2. احنا في ال open loop gain في ال close loop gain المفروض ان احنا هنلاقي relation دي in terms of v in 1، بس احنا بنعتمد على التغيير بتاع ال open loop gain. فاحنا عايزين نشوف دلوقتي يعني نلاقي كده relation ما بين v in 1 minus، يعني نعرف v in 1 minus v in 2 علشان دي value معروفة عندنا، يعني احنا عندنا هنا ال edge ده بيحصل عنده 2 ملي فولت، الفاليو بتاعت vn1 minus vn2
فدي حاجة معروفة عندنا، فعايزين يعني نلاقي الترم ده الديفينيشن بتاعه ايه، علشان بعد كده نقدر نعمل بلوتينج للكلوز لوب جين. تمام. طب احنا عارفين هنا انه v into هي v out times الكلام ده زي ما احنا عرفنا قبل كده، تمام. واحنا already عرفنا برضو ان v out equals يعني 5 times 1 minus 5 على a no times v in 1. بنقدر ان احنا نلاقي relation ما بين v into و v in 1 علشان احنا عندنا الاثنين يعني related to v out، تمام. فv into هتبقى كام؟ احنا عوضنا هنا v out، لو عوضنا بدل ما هو v out هنحط ال value دي، هيطلع عندنا v in terms of v in 1 بالمنظر ده، تمام. احنا طبعا مستخدمين ال value دي، المفروض ان هي يعني هي دي ال inverse بتاع 1 plus r2 على r1 r1 على r2، فهي تبقى 1 over 5، تمام. طيب احنا عايزين نلاقي دلوقتي v in 1 minus v in 2. طيب احنا already عندنا عارفين v in، يعني احنا ممكن نعمل بس شوية rearrangement في ال equation دي برضو، يعني احنا نقدر اصلا هو كده كده already الخمسة ال 5 دي هتطلع 5 دي، هيبقى 1 minus 5 على a no times v in 1، فلما هنضرب برضو v in 1 في القوس ده هنقدر هيطلع عندنا term v in 1 بس، هنقدر ان احنا ننقله الناحية التانية، وهيتبقى عندنا 5 على a node times v in 1. طيب احنا already هنا عارفين انه احنا عايزين نبص ايه اللي بيحصل عند ال H ده اللي هو V in 1 minus V in 2 equals 2 millivolts، علشان ده هنا ال gain عنده بيبتدي يقل في ال point دي، فعلشان نشوف ايه اللي هيحصل لل close loop gain في ال point دي، عايزين بقى ان احنا نحط هنا V in 1 minus V in 2 equals 2 millivolts اللي هي ال value اللي بيبتدي ال gain يقل عندها، تمام. فهنعمل كده فيطلع عندنا لو عملنا برضو شوية شي arrangement كده، هيطلع عندنا v in 1 من ال relation دي equals a note على 5 times 2 millivolts، تمام. طيب هاد دلوقتي احنا نقدر ان احنا نعمل plotting بقى لل gain لل close loop gain. احنا already هنا عرفنا طلعنا relation ما بين يعني عرفنا v in 1 بتبتدي decrease عند يعني اقصد ال close loop gain بتبتدي decrease عند value of v in 1 عاملة ازاي، which is related لل open loop gain. فهنا احنا عندنا هنا هو ال x axis، خلينا نبص على ال positive side، كده كده ال negative side بتreflect ال positive، تمام. فعند عند ال value of v in دي اللي احنا طلعناها اللي هي a note على 5 times 2 millivolts، الجين هيبتدي يديكريز. طب لما يديكريز هيديكريز ازاي؟ احنا بدي عندنا value بتاعت الكلوز لوب جين هي 5 times 1 minus 5 على a node اللي طلعناها قبل كده، تمام. بس a node هنا في ال يعني في البلوت ده بقى 0.8 a node، فاحنا هنريبليس بقى ال a node بالكلام ده، فهيبقى هنا الفاليو لما تقل هتبقى بدل ما احنا عندنا a node هنا تبقى 0.8، تمام. طيب عندنا هنا برضو هنعمل replacement لل gain في الequation بتاعت v in 1 a node على 5، يعني 0.8 a node على 5 بدل a node على 5، تمام. وهنضرب بال 4 millivolts عشان ده ال v in minus v in 1 اللي بيبتدي عندها ال edge التاني، تمام. فالبلوت هيبقى شكله عامل كده. طيب تعالوا نحاول نحل معلش عندي سؤال. اتفضل.
النومينال جين ده احنا قررنا على اساس ان هو اول حته اللي هي 1 بلس ار 1 على ار 2، ولا ده المفروض كده على طول ولا ايه؟ لا هو معروف كده، هو النومينال جين هي بتبقى يعني ال values بتاعة ال resistors دي، يعني احنا هنا ال part ده كده بنسميه nominal gain، تمام؟ اللي هو بيبقى من غير، لو احنا افترضنا انه مفيش gain error تمام. اوكي ماشي، هيبقى دي ال nominal value بتاعة ال gain. ممكن في حد تاني بس عنده سؤال؟ هو بس السؤال نفسه كان ايه يعني ايه الاختلاف من الجراف اللي كان موجود؟ كان عايزنا نعمل ايه بس عشان ابقى هو كان فاهم؟ عايزنا ان احنا نعمل plotting لل closed loop gain، يعني ال closed loop gain characteristic اللي هي v out in terms يعني versus v in لل closed loop، وهو مدينا ال open loop characteristic، تمام؟ فعايزنا من ال open loop relation نطلع plot لل closed loop. تمام ماشي، تمام. طيب هنحاول نحل كمان problem في الوقت اللي فاضل. طيب دي problem مهمة قوي، عشان يعني هي يعني هو مهم قوي ان احنا نبقى فاهمين بالظبط ايه اللي بيحصل لما احنا بنتعامل مع ideal autonomy. طيب احنا هنا عندنا closed loop يعني circuit اهي، وعايزين نلاقي ال closed loop gain بتاعها، تمام؟ given ان احنا هنعتبر انه الاوبن لوب جين انفينيت، يعني القيمة بتاعته كبيرة قوي. طيب احنا دلوقتي، هو انتوا اخدتوا الكلام ده المفروض مع دكتور سامح وعملتوا ريفيجن عليه المرة اللي فاتت. طيب تعالوا كده نفتكر هو ايه الاسامبشنز اللي احنا in terms of ال inputs بتاعة الاوبامب ده لما يبقى الجين انفينيت، نقدر نقول ايه عن يعني ال inputs دول؟ هو المفروض ال current اللي هيمشي في R1 هو ال Vn على R2. طيب ماشي، طب ده ليه؟ عشان ال Vx دي المفروض اللي هي مش ground، يعني حاجة شبه ground يعني. طيب مش طيب، هو Vx دي بتريليت، نعم؟ مفيش current يعني هيخش جوه ال op amp. مظبوط، ده assumption احنا نقدر نعمله، مفيش current بيخش جوه ال op amp، ده صح، تمام. طيب ايه تاني نقدر نقول ايه عن ال voltage في ال inputs؟ هو مادام في feedback يبقى الاتنين ال op amp هيخلي الاتنين قد بعض. طيب هو احنا مثلا احنا مفترضين انه ال open loop gain ده infinite، بيخلينا ان احنا نقدر نقسم انه ال positive وال negative inputs ال voltages بتوعهم عند بعض، تمام؟ طيب احنا هنا مفترضين انه دي x، احنا هنعرف ال voltage هنا ان هو vx، تمام؟ طيب معنى ان هنا ال negative وال positive input دول المفروض ان ال voltages بتوعهم قد بعض، نقدر ان احنا نقول هنا انه positive node دي هي برضو vx، صح؟ وما انه ده متوصل لل point دي هي نفس ال point، فنقدر نقول ان في هنا vx، صح؟ صح يا جماعة ولا لا؟ في حد عنده مشكلة في ال point بتاعت ال input؟ طيب احنا هنا دلوقتي عندنا حاجات يعني حاجتين مهمين قوي، two assumptions مهمين قوي احنا بنبقى دايما عارفينهم كده لل ideal op amp. ال ideal op amp ده اللي الجيم بتاعه بيبقى infinite، يعني الجيم بتاع ال op amp ده احنا مفترضين ان هو يعني كبير قوي، تمام؟ لما ال op amp ده بيبقى ideal بنقدر ان احنا نعمل assumptions عن ال current اللي داخل ال op amp وال النودز بتاعت الـ op amp الـ positive والـ negative، تمام؟ طيب احنا بنقسم انه لو الـ op amp ideal المفروض ان الـ input impedance بتاعته هتبقى كبيرة جدا، فما فيش اي current هيدخله، تمام؟ زي ما حد فيكم قال انه الـ current كله هيمشي هنا، هيمشي في الـ branch ده، فاحنا عاملين assumption كده انه ما فيش current هيدخل هنا للـ op amp، تمام؟
ايه الحاجة التانية، الاسامبشن التانية احنا ممكن نعمله؟ انه النود دي النيجاتيف انبوت بتاع الاب امب هو في نفس البوتنشال بتاع البوزيتيف انبوت بتاع الاب امب، يعني لو النود دي اكس النود البوزيتيف دي هتبقى اكس برضه. هو احنا قلنا كده عشان البي اوت تطلع برقم صح، عشان يبقى يعني يبقى انفينيتي زيرو. هو انا مش فاهمه قوي الستيتمنت، بس احنا قلنا كده عشان دي كاركترستيك، يعني كاركترستيكس كده الايديال اوب امب. احنا هنفهم قدام ليه الكلام ده بيحصل لما نيجي نبص على الاوب امب من جوه، بس احنا دلوقتي يعني انا سيستم ليفل كده لما نبص على الاوب امب ده يعني كبلوك بوكس كده بنعرف انه لما الاوب امب يبقى ايديال معنى كده ان الانبوت امبيدنس بتاعته انفينيت، ومعنى كده انه الانبوت بتاعته الاوب امب ده هيفورس الانبوتس ان هو يبقوا ايكوال. اوكي تمام. طيب معنى كده بقى انه النود دي اكس برضو البوزيتيف نود دي اكس صح؟ مهندس انا كده بفرض ان مفيش فولتج دروب على ار 4. لا ليه؟ اهو مش ده كله متوصل ببعضه في الاخر عشان يروح البوزيتيف تيرمينال؟ لا هو انا ما قلتش ان في اوت ايكوالز في اكس، دي حاجة مختلفة. أنا بقول إنه الانبوت النيجاتيف ده هو اللي بيساوي في اكس تمام، يعني هنا الانبوت ده بيساوي الانبوت ده في فولتج دروب على ار 4 عادي تمام ماشي. طيب فاحنا دلوقتي عايزين نلاقي عايزين بقى نوصل للريليشن من الكلام ده تدينا الكلوز لوب جين. طيب تعالوا كده نبص على احنا اوريدي احنا عملنا الاسامبشن ده انه في عند النيجاتيف انبوت هي في عند البوزيتيف انبوت، فخلونا نلاقي في اكس. في اكس الفاليو بتاعتها ايه؟ احنا قلنا هنا ان طالما احنا عملنا الاسامبشن ده يبقى هنا النود دي اكس، فزي ما حد قال من شويه انه احنا علشان نلاقي النود دي ده فولتج ديفايدر عادي صح، ف في اكس هنا هتساوي ايه؟ هتساوي ار 3 على R3 plus R4 times V out صح؟ عشان ده voltage divider مظبوط؟ طيب احنا كده عملنا utilization للassumption الأولاني، يعني هنا Vx هي V هي هنا عند positive input، فطلعنا relation كده ل Vx من الاثنين resistors دول. طيب الاسامبشن التاني بقى اللي احنا عملناه بتاع الكارنت انه هنا مفيش كارنت بيدخل الاوب امب، يخلينا نقدر ان احنا نقول انه الكارنت هنا اللي داخل من في ان ده كله هيمشي في البرانش ده هيعدي على ار2 ومن كده هيعدي على ار1 تمام. طيب هنستخدم بقى ايه هنا؟ يعني هو ان احنا عارفين الكارنت عامل ازاي عند النود دي هنقدر ان احنا نستخدم كي سي ال تمام. فهنشوف هنشوف هنا KCL. طيب احنا عندنا هنا VN وعندنا هنا VX وعندنا الريزيستر دي، فنقدر ان احنا نطلع الكارنت اللي ماشي هنا صح؟ الكارنت اللي ماشي في R2 دي هيبقى ايه؟ VN minus VX على R2 مظبوط؟ طيب هنفضل ماشيين مع الكارنت، احنا طلعنا الكارنت هنا الفاليو بتاعته هنا. معلش انا عندي سؤال، هو ليه في ان ماينس في اكس؟ هو مش لا مش هي في ان على ار2 على طول ولا لا هو احنا بنحسب الكرنت من البوتنشال اكروس الريزيستور هنا. لو في اكس دي كانت جراوند كنا هنقول اوكي في ان على ار2 تمام، عشان ده هيبقى الفولتج اكروس الريزيستور، بس احنا هنا احنا ما نعرفش في اكس. في اكس يعني احنا عندنا ليها فاليو تمام مش جراوند. طب انا جبت الفاليو دي منين؟ لسه مطلعناها دلوقتي من فولتج ديفايدر. ماشي، ما انا ازاي افترضت ان ليه افترضت ان النيجاتيف قد البوزيتيف؟ احنا عملنا الاسامبشن ده عشان الاوب امب ده ايديال، يعني دي حاجه من الكاركترستكس بتاعه الايديال اوب امب تمام انه احنا قلنا هو تو اسامبشنز انه في الانبوت البوزيتيف والانبوت النيجاتيف، لما الاوب امب ده يبقى ايديال معنى كده ان الجين بتاعه انفينيت بيفورس الانبوتس يبقوا البوتنشال بتاع الانبوتس يبقوا ايكوال،
والانبوت امبيدنس بتاعته هتبقى انفينيت، فمش هيدخل له كارنت هنا. دي الاسامبشنز اللي احنا شغالين عليها. تمام اوكي ماشي. طيب هنكمل، هنفضل ماشيين مع الكارنت. احنا حسبنا هنا الكارنت اللي معدي في R2. طيب عايزين نشوف الكارنت معدي في R1، واللي هو هو نفسه الكارنت معدي في R2، عشان احنا قلنا ان مفيش كارنت هيعدي هنا للنيجاتيف انبوت بتاع الاوب امب، فهو كده كارنت ما عندوش طريق تاني يمشي فيه غير ده، غير ان هو يمشي في R1. تمام. عشان نحسب بقى R1، هنحسب الكارنت اكراس R اللي بيعدي في R1 نفس الطريقة برضو. هنقول ان هو احنا خلينا ماشيين في نفس اتجاه الكارنت، فهنقول انه Vx minus Vout على R1، او هنا عادي برضو هو ممكن لو حطينا negative sign وخلينا Vout minus Vx، يعني هي ده بس الماث مختلف شوية. تمام. بس احنا هنا نقدر نقول ان هو Vx minus Vout على R1. طيب نقدر بقى بعد كده ان احنا نعمل نقسم كل value من دول على R1 لوحدها، ان احنا نفصل بقى الفراكشن ده نخليه كذا فراكشن. تمام. طيب هنقول هيطلع عندنا هنا Vn over R2. تمام. وهناخد negative Vx على R2 الناحية التانية، Vx على R2 هنا، يعني ده الكومبوننت ده، وهو المفروض ان هو هيساوي برضو عملنا نفس الموضوع، هيبقى negative v out على r1 وال positive vx على r1. بس احنا كنا already احنا عندنا هنا term ال rx، فنقدر ان احنا نكومباين الاثنين دول، فهتبقى دي يعني ال next step بتاعت ال relation دي. تمام. طيب احنا عندنا دلوقتي عندنا relation of vx in terms of vout ولا لا؟ احنا eventually goal بتاعنا ان احنا نطلع relation ما بين ال vout و vn، ان احنا نلاقي vout over vn علشان نلاقي closed loop gain. طيب احنا دلوقتي عندنا term هنا ده يعني عرفنا هو vx، فاحنا عايزين نخلص منه وعايزين نلاقيه in terms of vout علشان نقدر ان احنا نعمل بقى الماث بتاعنا ونلاقي vout على vn. فاحنا already عندنا اصلا vx in terms of vout، فبدل ما احنا عندنا هنا vx هنعمل بقى substitution وهنحط الفاليو اللي احنا لقيناها دي. تمام. فدي ده هتبقى الفاليو اللي هنا r3 على r plus r4 out. تمام. وبما ان هنا v out موجودة في ال two components، موجودة هنا وموجودة هنا في vx، فهناخدها ك common factor بر. طيب يبقى احنا هنا دلوقتي عندنا عندنا relation direct ما بين Vout و Vn ولا لا؟ عندنا. احنا نقدر ان احنا بقى نلاقي دلوقتي Vout على Vn، صح؟ ان احنا نعمل شوية rearrangement في الاكويشن. تمام. فلقينا هنا value بتاعت Vout على Vn. احنا ممكن ان احنا ننزل ال 1 over R2 دي تحت ونضربها والكلام ده، بس هي كده كده يعني مش هيتعمل لها simplification قوي، يعني هي still هيبقى شكلها كبير شوية، بس احنا قدرنا ان احنا eventually نلاقي expression لل closed loop gain. تمام. وهو ده ال final expression بتاعنا. طب هو احنا المفروض ان احنا فاضل لنا، يعني فاضل لنا مسائل في الشيت من 4 ل 6. تمام. بس احنا we're running out of time، صح؟ يعني انتوا عندكم حاجه بعد الكلام ده، يعني بعد السيشن دي، صح؟ طب انتوا ممكن تاخدوا من 4 ل 6 ده assignment صغير كده، ولو يعني ويعني حاولوا تعملوه مع نفسكم. تمام. ولو حد برضو عنده مشكله وهو بيحله قولي على طول، يعني عادي انا يعني بعتولي على الايميل، انا هسيب الايميل بتاعي في الشات، او بعتولي شات على طول وقولولي لو حد حاول هو بيحل المسائل دي عنده مشكله او اي سؤال، او حتى عنده مشكله في المسائل قبل كده يبعتلي على طول. اوكي. هو لي، بس انا عايزاكم تحاولوا تحلوا بس الـ problems دول،
وبعدين هنشوف الـ answers مع بعض. اوكي تمام. طيب حد عنده اي اسئله اي حاجه؟ طيب سأشوفكم الاسبوع اللي جاي كمان ان شاء الله. تمام تمام يا باشمهندس. الاسبوع اللي جاي هيبقى اون كامبس ولا اونلاين برضه؟ اعتقد هيبقى اون كامبس مفروض، بس انا هكونفيرم الموضوع ده واقول لكم. اوكي تمام تمام ماشي. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام.